لكن حضرتك شايف ولكن ان في امل ان تتحول القوى العربيه المشتركه خلف قياده الحكيمه وخلف الشعب العظيم في تشكيل مثل هذه القوى المحافظه على الكرم؟ القوى العربيه المشتركه حضرتك تحدثت عنها وكان توصيه للبرلمان من سنتين، ودلوقتي فيك حديث ايضا عن تحالف اسلامي وما الى اخره، هل عند حضرتك يعني شايف في تصور انه يكون ليها تواجد حقيقي على الأرض، نشوف لها دور ملموس؟ يعني احنا لسه برضو مش شايفين خطوات تنفيذية، هل يقدر العرب يتحركوا؟ في تصريح لحضرتك وانت بتتكلم على المجتمع الدولي ذكرته أكتر من مرة طبعاً، انه ليه دور في تعكير صفو العلاقات ما بين العرب، لأي مدى هذه القوة قادرة على التصدي او انها تكون حاضرة امام المجتمع الدولي وبقوة؟ لا أنا أشكرك، في الواقع هناك تجربة حية ونعيشها الآن، وجود القوة العربية هذه، أو إذا كنا نتكلم عن عاصفة الحزم التي أوقفت المد الإيراني لمد النظام الإيراني للتدخل في الشؤون اليمنية، وساند البرلمان العربي هذا التوجه، وشاركت الدول العربية في هذه القوة، ويعني أوجدت هذه القوة نوع من الحراك الدولي، وأيضا أوجدت من تحفيز القيادات العربية لنجاعة التقارب، لا سيما إذا كنا نتكلم عن القيادة الجناحين العظميين في الوطن العربي، إذا نتكلم عن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. الزيارة الأخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين واللقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه أعطت مؤشرات إيجابية كبيرة في العالم، وأيضا حركت يعني روح إيجابية في الشارع العربي والمواطن العربي بأن هناك قيادات حكيمة تتحرك. ولا يعني اسمحي لي أختي لبنى بأن نرى بعض القوى السلبية التي تتحرك الآن، إذا كنا نتكلم عن يعني بعض الشأن الداخلي المصري الذي يعتبر شأن داخلي مصري، ولكن التحرك السلبي لفئة ضئيلة قليلة جدا في الشارع، هذه أتت من خلال تخوفهم بأن التقارب السعودي المصري العربي المدعوم من الوطن العربي، المدعوم من البرلمان العربي، المدعوم من المجتمع الدولي أيضا، هذه كلها يعني رسائل. إن إذا لو نقلت هذه الرسائل القنوات الدبلوماسية، قد يقال أن هذه والله أنظمة دول وهذه، ولكن ينقلها أبناء الشعب العربي، لا ينتمي أبناء الشعب العربي أو ممثلي الشعب العربي إلى أي أحزاب، ولا ينتمون إلى يعني تكتلات، ولكن نحن نمثل الشارع العربي وندعم هذا التوجه ونناقشه وندرسه في كثير من جلساتنا. فمن هذا المنطلق ومن هذه يعني نقل الصورة هذه للمجتمع الدولي بأن نحن نقف خلف قيادتنا، نقف ضد التحركات السلبية في المنطقة، إذا كنا نتكلم عن إيران أو عن الإخوان المسلمين أو عن يعني إرهاب أو عن دواعش، نحن يعني نرسل صورة إيجابية ونقف مع كل مكونات الشارع العربي، نحن مع كل من ممثلي الشعب العربي، ولكن لا نؤيد ولا ندعم كل من هم يعني من يريد أن يتسلق على 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 في الوطن العربي علينا من خلال إرهابنا أو من خلال يعني إيصال رسائل لمشاريع خارجية عن الوطن العربي.